اكتر حاجة وانت صغير كنت فاكر انها صح، بس لما كبرت اكتشفت انه لا ده كان غلط، كنت فاهم غلط. يجي في بالك ايه يعني؟ تفتكر ايه حاجة كنت فاكرها انها صح وما كبرت لقيت لا 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 ده كلام مش كل ممكن. حاجة كل حاجة كنت فاكرها صح طلعت غلط يعني، بس مش دي القصة يعني. لكن مش عارف يعني، مش عارف اقول لك موقف معين او حاجة معينة. فكر. افكر اكتر. فكر هتكسب. هي جميل ان الواحد يفكر كده فعلا، كان في حاجات احنا ما يعني ما نتخيلهاش. ايوه حد بيقول لنا هو بيغششنا يعني. ايوه. حد من زمايلنا يعني، نقول الاسم ولا بلاش؟ تقول لنا ان هي كانت فاكره اللي عندهم 30 سنه دول كبار وبيعرفوا ياخدوا قرارات بنفسهم، ودول كبار في السن يعني، طلعوا على الله حكايتهم ما فيش حاجه خالص. 30 ده يا دوب لسه. 30 يا دوبك لسه محتاج حد يشاور لي. هو بمناسبه السن، حد برضو من الولاد في المدرسه كان بيقول لي انه دايما بيحسدوا الكبار على ايه؟ هم فاكرين ان ايه؟ كل مشاكلهم في الحياه المذاكره. لكن ايه ده؟ يا بختهم الكبار بيدخلوا وبيخرجوا زي ما هم عاوزين، ما عندهمش اي حاجه في الحياه، لكن احنا اللي عندنا مذاكره وواجب. بس لما كبروا لا لا رجعونا مكان ما كنا، ده احنا كنا كويسين قوي. اكبر مشاكلنا كانت الشيبسي بالشطه والليمون ولا بالطماطم، والمصروف هيقضينا ولا اروح اقول لبابا اديني يعني. دي اكبر مشاكلهم في الحياه. لا احنا كمان كان في حاجات كنا بنتخيلها، لكن عشان يعني ما عملناهاش فكنا بنتخيلها. مثلا زي ركوب الطياره. احنا قعدنا فتره لحد ما ركبت طياره بتخيل ايه هي الطياره، فاهمه؟ زي باخدها من الافلام بقى الابيض واسود، لما كانوا بيروحوا يتمشوا لحد الطياره ويركبوا الطياره، ما كناش نعرف ان في جوازات وبتعدي وتعمل وتختم وبتاع. ففي حاجات طول ما الانسان ما عملهاش بيفضل في خياله فاكرها حاجه ثانيه. بيفضل في خياله فاكرها حاجه ثانيه. كنا نفتكر مثلا ان اللغه ان انت تقول يا حبيبي هم يفهموك هناك مثلا، صدقيني. انت تتكلم عربي بس عربي مكسر يفتي، هم هناك هيفهموا ده الاجنبي. ده لا، ما احنا اصل الدراما في مصر زي ما علمتنا حاجات كتير على فكره، حاجات حلوه يعني في التربيه وحاجات كده، لكن علمتنا حاجات فيها تخلف. يعني انا مش يعني مش بقول حاجه وحشه، بس هي دي يعني. مثلا زي مثلا احنا عندنا سنين وحياتنا واحنا صغيرين، الشخص الاجنبي اللي بيطلع في المسلسل او بيطلع في الفيلم هو بيتكلم عربي لكن بيقول يا حبيبي وبيقول مش عارف حاجات كده يعني، بس المهم في الاخر هو بيتكلم عربي يعني. بس احنا اكتشفنا ان دول الاجانب لما هم اللي بيتعلموا عربي دي حروفهم، ما بيعرفش يقول الحروف مظبوط. لكن مش احنا. لكن ما فيش أيوه. حد بيعمل، ما فيش حد بيعمل كده يعني. ففي حاجات احنا كنا فاكرينها بالخيال يعني. في حد برضو قال قدامي على بيفكر اللي بيسوق الطيار الكابتن ده، هو مش عارف ان ده اسمه طيار او كابتن. طب هو فوق في الجو هو شايف شمال من يمين منين يعني؟ ايه بقى طالع في حته واسعه؟ دريكسيون بيحرك يمين وشمال. فانت فاكر ان هو ده دريكسيون فعلا او حاجه بيروح شمال ويمين؟ طب بيعرف ده من ده ازاي؟ زي ما كنا فاكرين ان السماء اللي فيها الطيور هي دي السماء بالنسبه مثلا يعني، ده اخرها. زي ما كنا فاكرين ان الجواز، وعشان كده البنات الصغيرين او الولاد فبقوا مستعجلين قوي عشان يتجوزوا، لاننا كنا فاكرين الجواز زي ما بنشوفه انت بتقول على الدراما والافلام، لا هي بقى الخروج والفسح والحياه بقى، ونطير الضيق في وش بعض واحنا بنعمل الاكل. امال الجواز ايه؟ لا ده موضوع كبير قوي بحكي. لا ده طلع احسن طبعا، طلع احسن. عشان كده الاقبال عليه متزايد. ايوه. بس احنا كنا فاكرين ان هي دي الحياه يعني، خيالنا او احنا صغيرين ما فيش بقى، مع لسه ما نعرفش يعني ايه مسؤوليه ومشاكل وهموم ولازم تحديات لا، هو بالنسبه لنا واحد وواحده وسفر وفسح، الحياه مش كده. لانه احيانا كان بيصوروا الجزء ده بس وبيقتطعوا باقي الحياه. في حاجات طبعا لما بنرجع للافكار الطفوليه، مثلا كنا فاكرين الناس كلها تعيش طول الزمن يعني، صح يعني جد وتيتا ما يموتوش وبابا وماما يعيشوا يعني، فاهمه ازاي؟ دي مثلا من الافكار اللي قعدت فتره دي موجود. لا الناس دي ما بتموتش، هتموت ليه؟ يعني مفيش حاجه اسمها، مفيش حاجه اسمها كده يعني. تمام، ده هما ممكن يكون سافر ورجع تاني حاجه كده. ففي حاجات احنا كنا بالخيال نستريح لما نفكر بيها بالشكل ده عشان يعني. ده اللي كان بيتقال لنا عشان ما نخافش، عشان ما نزعلش. فاحنا صدقنا ده، القصه اللي بيحكوها لنا صدقناها يعني. زي ما احنا كنا فاكرين ان سانتا
بيجي لنا فعلا في الكريسماس ويجيب لنا هدايا وبيجي لنا بالمركب ويحطها لنا ولو كتب لنا جواب. لما بنعمل كده مع الولاد كانش بيجي لنا، بس ممكن يجي لنا في المركب عشان المنطقه كانت في الشتاء كانت أيوه. بتعوم في المي أيوه. كانت بتطير. لا دي المركب كانت بتطير. المركب دي بتطير. لا كان اتخبط في القري في القرايه اللي متعلقه في ال... بعد شويه بقى تكبر كل احلامك اتخبطت في الحيط اللي هي ايه ده ايه ده، انا كنت فاكر حاجه وطلع حاجه تاني. بس صدقوني انتوا عارفين بقى خيال الاطفال او بساطه الخيال بتاعنا واحنا صغيرين كنا حابينه قوي. يعني تقول ايه يا ريتنا كنا فضلنا على سجيتنا وبعفويتنا وبافكارنا البسيطه دي، كانت حلوه. لما كبرنا واكتشفنا ان كل اللي احنا كنا فاكرين والحياه اصعب من كده بكتير قوي، تشتاق للحظات. بس انا اقول لك بقى على حاجه بمناسبه الخيال، ان يقول لك دايما ان الانسان اللي لازال يملك خيال اشبه بخيال الاطفال هو الانسان اللي بينجح في حياته. تمام، هو عنده خيال ان هو ينجح. حتى لما بيجي يتكلموا عن القاده والناس مثلا يعني رؤساء الجمهوريه وكده بتاع، يقول لك مثلا السادات كان شخص عنده خيال، كان يتخيل. كل ما كان الانسان عنده خيال ان هو يحقق حاجه صعب ان هي تحصل في الواقع غالبا بيحققها. تمام، فالخيال ده حاجه كويسه جدا، والخيال ده من نعم ربنا علينا ان هو يدينا خيال ان احنا نتخيل حياتنا للافضل، فنسعى ان احنا تبقى حياتنا للافضل.